الجماعة العلمية وضعت ملامح لهذا، وجعلوه أنه في الرسالة العلمية لا يزيد عن 30%، ولا بد من الإبداع، وأن يكون فيما أسموه creative imagination، التصور المبدع، 70% التانيين، لكن له في حدود 30% أن يستعمل هذا. فالجماعة العلمية هي اللي بتحط المعايير اللي نقدر نمشي عليها، لأنهم رأوا أنه لابد من الاستفادة من ما هو معروض، لكن في حدود. ما تجيش تعمل لي الرسالة كلها اقتباس، لأن أنت ممكن تخلصها في 3 ساعات، وبعدين تقول لي أنا عايز بقى رسالة بعنوان أن أنا دكتور وأدرس وأعمل وكذا. هنا في تسطيح جامد حتى في البحث العلمي وحتى في العطاء العلمي.